عقدت جمعية أطباء الأسنان العرب مؤتمرها العلمي السنوي في مدينة الناصرة بمشاركة مئات الأطباء العرب من الداخل والضفة والشتات الفلسطيني، عوضا عن شركات رائدة في مجال ابتكار أجهزة العلاج في طب الأسنان. هذا المؤتمر هو يندرج ضمن المؤتمرات العلمية التي تقيمها جمعية أطباء الأسنان العرب في الداخل، ولكن هذا المؤتمر له ميزة خاصة حيث يجمع الكل الفلسطيني من الشتات. حضر إلينا البروفيسور رائد القاسم، وهو محاضر عالمي معروف في مجال علاج العصب، محاضر في جامعة بنسلفانيا، وعلى مستوى العالم هو شخصية أكاديمية معروفة. ويحضر أيضا وفد من قطاع غزة ووفد من الضفة الغربية برئاسة الدكتور بسام النباني نقيب أطباء الأسنان في فلسطين، وأيضا أطبائنا في الداخل. ولذلك هذا المؤتمر يعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ولهذا هو يكتسب أهمية خاصة. طبيعة الحال هذا المؤتمر مؤتمر علمي، بيطلع الأطباء على آخر ما توصل العلم من حيث من ناحية نظرية فيما يتعلق بالمحاضرات، ويطلعهم على آخر مستجدات من ناحية الأجهزة والمعدات والمواد اللي بتم استعمالها في مجال طب الأسنان. هذا المؤتمر له خصوصية خاصة، تم دعوتنا من قبل إخواننا في جمعية أطباء الأسنان العرب، اللي بنعتبر إحنا وياهم يعني شعب واحد، وطن واحد، هدفنا واحد، بجمعنا كل شيء. من هذا المنطلق حبينا نشارك ندعم إخواننا في جمعية أطباء الأسنان العرب. وبحث المؤتمر تحديات وعقبات في مجال طب الأسنان، هذا وتخلله محاضرات قدمها أكاديميون وباحثون عالميون من أبناء المجتمع العربي في البلاد. ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة نشاطات تقوم عليها جمعية أطباء الأسنان العرب، والتي تهدف لدفع عجلة تقدم طب الأسنان داخل المجتمع العربي. الكنس هذا كنا كله كنس مديم، نحن مشتدين لبوله فوق كل سنة. הזדמנות חד פעמית לפגוש את כל רופאי השיניים של המגזר. מדהים לראות את ההתפתחות של רפואת השיניים בארץ בכלל אבל במגזר בפרט. תקדם علمي وتطور ملحوظ تشهده أقدم المهن الطبية في الأعوام الأخيرة في ظل ثورات علمية تساهم في توفير الوقت والجهد وإيجاد العلاج المناسب للمرضى وخدمة البشرية.